اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره او الفقره التحكيميه، خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن سمير؟ اهلا وسهلا كابتن. حضرتك كله تمام؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك صحه وسلامه. الله يخليك. قبل بس ما اروح للكابتن سمير خليني اقول لحضراتكم ايضا مره اخرى تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، وايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين ستوبرين، وعلي معلول ناحيه الشمال، واحمد فتحي ناحيه اليمين، حمدي فتحي وعمر السوليه، وصالح جمعه من امامهم، وفي الشمال رمضان صبحي، وفي اليمين حسين الشحات، وفي الامام وليد ازار. ده تشكيل النادي الاهلي للمباراه. طيب كابتن سمير اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ الحمد لله تمام. عجبك التشكيل؟ تشكيل جميل. طيب خلينا بقى نقول تشكيل الحكام النهارده مع حضرتك. تشكيل الحكام النهارده باذن الله الحكم الدولي محمد الحنفي ان شاء الله هيدير اللقاء باذن الله، ومعاه الحكم الدولي سمير جمال، ومعاه محمود رضا مساعد حكم تاني، ومعهم حكم رابع محمد الجلاوي، ومعهم حكم اضافي محمود دسوقي، وحكم اضافي محمد عباس ابيل، وده اسم يعني اسم الشهرة بتاعه محمد عباس مايو، وهيبقى برضو من الحكام اللي ليهم ان شاء الله مستقبل كويس جدا، من الحكام اللي وعدين نتفرج عليهم. وده بالمناسبة برضو كان عمه كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. نرجع للتشكيل سريعا. محمد طيب قبل بس ما نتكلم عن طاقم التحكيم نروح نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع حضراتكم. يظهر محمد الحنفي من جديد في مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عندما يدير مباراة المارد الأحمر أمام النجوم والمؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري. كانت لجنة الحكام قد أسندت إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة محمد الحنفي يعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، محمود رضا مساعد ثان، محمد الجلاوي حكم رابع، كل من محمود دسوقي ومحمد عباس قابيل حكم خامس. الحنفي من مواليد عام 1978، حصل على الشارة الدولية في موسم 2014. أدار الحنفي هذا الموسم 19 مباراة، أشار خلال البطاقة الصفراء 70 مرة والحمراء مرتين، واحتسب 11 ركلة جزاء. في الدوري الممتاز أدار الحنفي 17 مباراة، ظهرت البطاقة الصفراء خلالها 64 مرة، البطاقة الحمراء كانت حاضرة في مناسبتين واحتسب 10 ركلات جزاء. كما أدار الحنفي مباراة واحدة في الدوري التونسي جمع بين النجم الساحلي والصفاقسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين. كما أدار الحكم الدولي المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره مالاوي تحت 23 سنة، والتي انتهت بفوز صغار الفراعنة بثنائية نظيفة. ظهر الحنفي هذا الموسم في ثلاث مباريات للأهلي، الأولى أمام وادي دجلة في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف من دون رد سجله صلاح محسن. أدار مباراة شياطين الحمر أمام طلاع الجيش في الجولة 14 من الدوري، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن. أخيرا أدار الحنفي مباراة الأهلي ومضيفي الإنتاج الحربي في الجولة 22، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف من دون رد سجله عمرو السولية. إجمالا أدار محمد الحنفي 22 مباراة للأهلي، حقق شياطين الحمر الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مثلها، أشار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي 28 مرة واحتسب 8 ضربات جزاء. بينما أدار الحنفي مبارتين لفريق النجوم في الدوري هذا الموسم، ومن المفارقات أن التعادل سيطر على نتيجة المبارتين، الأولى أمام المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والثانية أمام الجونة وانتهت بهدف لكل فريق.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس برضه ما اروح للكابتن سمير احتياطي النادي الاهلي في هذه المباراه، شريف اكرامي الحمد لله على السلامه للنجم الكبير شريف اكرامي، هشام محمد، وليد سليمان، رامي ربيعه، جيرالدو، محمد هاني، صلاح محسن، ده احتياطي النادي الاهلي. كابتن سمير، طاقم دولي او طاقم مكون من خمس حكام من اهم وافضل الحكام اللي موجودين في مصر. بالظبط، يعني الحكم الدولي محمد الحنفي اللي هيدير النهارده اللقاء من الحكام اللي انا على الصعيد الشخصي بستمتع بادائه في الملعب يا كابتن اسلام. أيوة. لسبب بسيط، هادي جدا في الملعب، مش بيتخذ قرارات سريعه، يعني عنده مبدا اتاحه الفرصه كتير قوي، والحكم بيتميز الموهوب أن بيبقى عنده اتاحه فرصه. تمام، لان انت القانون سمح لك في خلال 3 ثواني تقدر ترجع تاني للقرار الاولاني. فطاقم الحكام المكون النهارده من محمد الحنفي الحكم الدولي، وسمير جمال الحكم الدولي، ومحمود رضا الحكم حكم مساعد، ومن محمود رضا من الحكام اللي كانوا على طول مرشحين للقائمه الدوليه كمساعدين. طاقم حكام كويس جدا. محمد الحنفي لعب ماتش الاهلي والزمالك اداره كحكام مصريين، وكان معاه برضه سمير جمال، يعني النهارده في 2 من الحكام مشاركين في ماتش الاهلي والزمالك، لعبوا هيلعبوا ماتش النهارده اللي هو محمد الحنفي وسمير جمال، ومعاهم حكم رابع محمد الجلاوي زي ما قلت لحضرتك، ومحمود دسوقي ومحمد عباس ابيل، دول حكام اضافيين. محمد الحنفي بيمتاز في كل مباراته لو افتكرنا بالهدوء الشديد قوي في اتخاذ كافه الاجراءات اللي في الملعب. اتمنى له النهارده التوفيق ويكون قريب عن كل كوره. واهم حاجه في الحكم يا كابتن في بدايه المباراه، اي حكم يعني ما يكونش متعالي على المباراه، لان الحكم بيتعالي على المباراه بتلاقي المباراه بتجري منه، بيبقى فيها تنطيط برضو، الحكام بيبقى طبعًا يعني او حاسين ان هي مباراه سهله يقدر يديرها، يشوف فرقه كبيره وفرقه صغيره. اللي يروح في المباراه وهو شايف ان دي فرقه كبيره وفرقه صغيره مش هينجح. لازم كل الفرق اللي انت رايحها لازم تبذل فيها مجهود كبير، حتى لو بتلعب رقم 1 في الدوري دولي. وفرق اخر فرقه، ودي الحقيقه النهارده، ودي الحقيقه. ما دي بقى النقطه اللي انا كلمت حضرتك فيها على محمد الحنفي، ما عندوش النقطه دي، لا، كل ماتش واخده بجديه، كل ماتش مهم، واللي يعمل كده بينجح. وانا ان شاء الله متوقع النهارده كتحكيمين هستمتع بطاقم من الحكام كله، اتمنى يا رب التوفيق ويبقى يعني قريب، وربنا ينور له بصيرته النهارده باذن الله. اهم حاجه النهارده ياخد باله منها ايه؟ اهم حاجه ياخد باله منها النهارده ان ده ماتش برده فرص، ايه هو فرص الاهلي برده كجدول عاوز يحافظ على الصداره، فرقه النجوم ما زالت برده حتى اخر لحظه برده، لو هي الفرقه ما عندهاش امل، كل لعيب في فرقه النجوم اما بيلعبوا فرق القمه يا كابتن بالنسبه لهم المباراه دي بتبقى فرصه كبيره جدا لعرض مهاراتهم على بقيه الانديه، فتلاقي كل فريق بيبذل قصارى جهوده وخاصه اللاعبين، فلازم يركز كويس قوي، لازم يبقى يكون قريب قوي جوه منطقه الجزاء، مش عاوز يخش جوه منطقه الجزاء بس يبقى قريب منها جدا، لسبب بسيط، كل ما الحكم بيبقى قريب من الخطا بيبقى مقنع جدا عند احتساب الخطا، حتى لو احنا شايفينها ان الكره مش واضحه، طالما ان الحكم قريب والخطا قريب منه فبيبقى اقناع للمشاهد ان الكره لحد انه لازم يبقى قريب من طبعًا كل طبعا ولازم يهتم من منطقه الجزاء. زي ما اتفقنا قبل كده كابتن اسلام، الحكم في المباراه كلها ممكن يعمل اللي هو عاوزه، انما الاختبار الحقيقي في المباراه هم حاجتين، الاحداث اللي داخل منطقه الجزاء، قراراته اللي فيها سواء باحتساب او باستمراريه اللعب، وطبعا اخطر قرار بيبقى برده في المباراه اللي هو الكارت الاحمر. ومحمد من الحكام اصلا الهادين قوي اللي على مدار حياته مثلا مش هتلاقي ادى 15 كارت احمر مثلا ولا 14 كارت احمر. طيب، اتمنى له التوفيق النهارده يا رب ان شاء طيب. الله. طيب، وبرده خلينا نقول ان الاثنين المساعدين بيبقى عليهم دور كبير. تمام، سمير جمال حكم دولي لسه راجع من بطوله افريقيا للشباب تحت 17 سنه، وكان معاه امين عمر، ومعاه برده محمود رضا برده من الحكام المرشحين للقائمه الدوليه، لازم يساعده النهارده. مساعد الحكم الكابتن اسلام مش شرط انه بيديني تسلل او ركله تماس او ركله قدميه، لا، اسمه مساعد الحكم، مساعد حكم، لو كان حامل رايه كان اسمه الاول لاينز مان، بقى دلوقتي اسيستنت ريفري، بقى مساعد حكم. تمام، مش جاي يرفع تسلل بس او يدي مثلا اوت يمين شمال، لا، لازم يبقى في متدخل في اللعب معاه. ايه التدخل في اللعب كحكم يا كابتن؟ وانا كحكم استريح لما الاقي مساعد الحكم معايا، انه في بعض الالعاب انت مش محتاج تصفر عليها خطا او فاول، لا، انت بكلامك مع اللاعبين خلي بالك انا قريب منك تشوفها، اما تلاقي الباك والفيرود برضو اما يلاقي الحكم المساعد وهو شايفهم وحاسس بيهم، بتقلل كتير جدا من الاخطاء اللي بتحدث جنب خط التماس. انت في كور كتير جدا ممكن تحسب عليها فاول، او يكون الباك عنده نيه انه يعمل خطا، اول ما يلاقي الحكم مساعد بيكلمه بيقول انا شايفك شيل ايدك بلاش شده الفانيله، دي بتسهل كتير جدا من ماموريه الحكم في الملعب، ومساعد الحكم
خارج خطوط التماس. اتمنى يا رب كل التوفيق لطاقم التحكيم، ان شاء الله نلتقي بعد المباراه وتبقى مباراه سلسه يستطيع ان يخرج بها الحكم بالنهايه لبر الامان ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن سمير. شكرا كابتن اسلام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم النهارده ساعه ما قبل المباراه وساعه لربع اللي فاضله ما قبل المباراه عندنا ثلاثه من النجوم الكبار، هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي، تشكيل نادي النجوم، ونشوف رؤيتهم لهذه المباراه، هل هي بالفعل مباراه سهله زي ما بعض الصحف وبعض الناس بتقول، ولا لسه المباراه صعبه وهيكون فيها اشياء كثيره جدا ومواقف كثيره جدا. عموما هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير كابتن احمد بلال، النجم الكبير كابتن اسامه حسني، بعد هذا الفاصل.